حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من السلطه الرابعه. نبداها بالعناوين. الموقع بوست: وزير الدفاع الامريكي يطالب بوقف الحرب في اليمن خلال 30 يوما والانخراط في المفاوضات. وفي صحيفه الشرق الاوسط: الحوثيون يحتجزون شحنات قمح تابعه للفاو. وموقع روسيا اليوم يتناول تفاصيل مرعبه عن الحرب العمياء في اليمن. حياكم الله. دفعت الحكومة الإماراتية يوم أمس بوزيرة الدولة لشؤون التعاون ريم الهاشمي إلى مدينة عدن بشكل مفاجئ لمجاراة التحركات الكبيرة التي يجريها السفير السعودي في مشهد من مشاهد الصراع والتنافس على النفوذ بين الحليفتين السعودية والإمارات، واللتان تقودان حربا في اليمن تحت غطاء إعادة الشرعية. في تفاصيل موقع اليمن نت، حيث سلط الضوء على الزيارة التي قامت بها وزيرة الدولة لشؤون التعاون ريم الهاشمي، وقال إن الكثير من المراقبين والناشطين اليمنيين رأوا في زيارة الوفد الإماراتي بقيادة ريم الهاشمي لميناء عدن بعد لقاء رئيس الحكومة مباشرة ردا فعليا وسريعا على تحركات السعودية وسفيرها في محاولة لإثبات النفوذ والعزم على التصدي لأي محاولة سعودية لإزاحة الإمارات من مشهد إدارة عدن وتقليص نفوذها وسيطرتها. وتساءل المغرد على تويتر سمير الوهابي في هل تكون زيارة المسؤول الإماراتي فاتحة لزيارة وزراء دول التحالف العربي لعدن للعمل على استعادة بناء منظومة الدولة والخدمات والعمل على تجفيف منابع الفساد وإغاثة الفقراء لوقف المجاعة في اليمن. هذا وكان موقع اليمن نت كشف الليلة الماضية عن غضب الإمارات من التحرك السعودي في المحافظات الجنوبية بما فيها العاصمة المؤقتة عدن، حيث تعتبر الإمارات وجودها جنوب اليمن مجالا حيويا لها بحسب حديث مسؤول في جهاز المخابرات اليمني في عدن. معين والحكومة المتعثرة، هل ستمضي العربة بعد تغيير الحصان؟ بهذا العنوان تناول موقع المصدر أونلاين مقالا للكاتب اليمني وديع عطاء، والذي ذكر في بداية مقاله أنه في مارس من العام 2007 تقريبا بعد أيام من تعيين علي مجبر رئيسا للوزراء أجريت حوارا صحفيا مطولا لأسبوعية الناس مع الوزير الراحل الدكتور عبد الرحمن بن فضل رحمه الله، نشر في حلقتين. في تفاصيل المقال قال الكاتب: تابعت باهتمام اللقاء الصحفي الأول الذي أجرته الفضائية اليمنية مع رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، وأعجبني حين تحدث بلغة الفهم لمكامن الخلل، خصوصا وهو صاحب تجربة كوزير في نفس الحكومة المثقلة بالفساد ويعرف تماما كل أسباب الفساد والفشل والعرقلة. في برمة الحكومة يذكر الكاتب أيضا أنه ثمة ملفات ذات أهمية تفرض نفسها كأولوية معالجتها والجدية في التعامل معها سيمثل لا شك المعيار الأقرب لحكم الشارع على أداء حكومة معين ومدى نجاحه، وأهم هذه الملفات هو الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على الأسعار وتعافي العملة وانتظام الرواتب، ثم الملف الأمني خصوصا في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية والتي يقال أنها تزيد عن 80% من مساحة اليمن، ما يعني أننا بحاجة لنرى استتبابا للأمن فيها، وأيضا تواجدا فعليا للدولة بمؤسساتها وأجهزتها وتطبيع الأوضاع على نحو يكرس مفهوم الدولة بكل مظاهرها، إضافة لملف المغتربين اليمنيين في السعودية ووقف ترحيلهم بأي شكل من الأشكال، مراعاة للظرف الاستثنائي الذي تعيشه اليمن، ثم لأهميتهم الاقتصادية للوطن. طالب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إلى وقف الحرب في اليمن وبدء مفاوضات خلال 30 يوما لإنهاء الصراع الذي تتفاقم تداعياته الإنسانية الكارثية في ظل العمليات العسكرية المستمرة للتحالف السعودي الإماراتي.
التفاصيل بحسب الموقع بوست. فقد قال ماتيوس يوم أمس خلال جلسة نقاشية في المعهد الأمريكي للسلام بواشنطن، قال إن على جميع الأطراف المنخرطة في الصراع باليمن أن تجلس إلى طاولة التفاوض خلال 30 يوما المقبلة، وأضاف أن ذلك يجب أن يكون على أساس وقف إطلاق النار والانسحاب من الحدود ووقف القصف الجوي، في إشارة إلى القصف الذي تنفذه طائرات التحالف السعودية للإمارات. ونقل الموقع بوست عن صحيفة واشنطن تايمز عن الوزير ماتيوس قوله إن على كل الأطراف أن تبدأ الشهر المقبل في مفاوضات تفضي إلى اتفاق، في حين نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية أن السعودية والإمارات مستعدتان للانخراط في هذا المسار. أيضا تأتي تصريحات ماتيوس بينما تتصاعد الضغوط الغربية على السعودية عقب مقتل خاشقجي لوقف حربها باليمن. وفي هذا الإطار عبرت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بيرلي عن استنكارها لهذه الحرب التي قالت إنها أدت إلى أزمة إنسانية لم يرى لها مثيل. تزايدت في الآونة الأخيرة الأصوات المنادية بوقف الحرب في اليمن وإحلال السلام بعد تفاقم الكارثة الإنسانية وانعدام أي مؤشرات على الحسم العسكري في جبهات القتال، وتتعددت الآراء ووجهات النظر في طريقة إنهاء الحرب وإحلال السلام. في تفاصيل ذلك، منذر فؤاد صحفي يمني كتب مقالا تناوله موقع يمن شباب وقال فيه في إن الأصوات الدولية ترتكز في دعوتها لإنهاء الحرب على تسوية سياسية بين الانقلابيين الحوثيين والسلطة الشرعية، ويتفق مع هذه الأصوات كل من الإمارات والسعودية الدولتان الرئيستان في تحالف دعم الشرعية. أما الأصوات الداخلية فترتكز في دعوتها لإنهاء الحرب وإحلال السلام على مصالحة وطنية مع الميليشيا الانقلابية باعتبارها جماعة يمنية في نهاية المطاف، وجزء من هذه الأصوات استندت في اتخاذ هذا الموقف على انحراف بوصلة تحالف دعم الشرعية عن تحقيق الأهداف المرجوة وتحوله إلى ما يشبه قوة احتلال بالنظر إلى ممارساتها في مختلف المناطق المحررة. يقول منذر في مقتضب مقاله إن إنهاء الحرب وإحلال السلام ينطلق من قيام الحوثيين بخطوات جادة تتمثل في إنهاء الانقلاب على مؤسسات الدولة وما ترتب عليه من تداعيات كارثية على كافة المستويات، وتسليم أسلحتهم الثقيلة ومناطق سيطرتهم بما يسمح للدولة أن تمارس سلطتها على كامل ترابها وإنفاذ العدالة بحق المجرمين والمتورطين في سفك الدم اليمني ونهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة أيا كان معسكرهم وانتمائهم، إضافة إلى التزام تحالف دعم الشرعية بإعادة الإعمار ووقف ممارساته العبثية في التوسع والسيطرة ودعم الكيانات الخارجة عن سلطة الدولة. قال تقرير أعدته إليانا ديليوزي الخبيرة في الشؤون اليمنية أنه على الرغم من أن الحوثيين ليسوا أول طرف يستخدم الألغام الأرضية في اليمن، إلا أنهم يعمدون إلى زرعها بمعدل مرتفع جدا. بحسب موقع روس اليوم، فقد أكدت الخبيرة في تقرير نشره معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط أن اليمن ابتلى بالألغام الأرضية منذ عقود، ففي ستينيات القرن الماضي تم زرعها خلال نشوب الحرب الأهلية في شمال اليمن وخلال اندلاع الانتفاضة في جنوب البلاد. أيضا نقل التقرير عن هيئة إزالة الألغام في اليمن أنها زعمت أن أنصار الحوثيين زرعوا الألغام في الحرب خلال حرب صعدة في العام 2010، وأن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب استخدم الألغام في جنوب البلاد في العام 2011. أفاد تقرير الخبيرة أيضا بأن الحوثيين خلال الحرب الحالية زرعوا ألغام الأرضية على طول الساحل وعلى الحدود مع السعودية وحول المدن الرئيسية وعلى طول طرق النقل المرتبطة بصنعاء من أجل إنشاء أطر دفاعية أو تمهيد الطريق للتراجع.
احتجزت ميليشيات الحوثي الانقلابية 51 طنا من القمح التابع لبرنامج الغذاء العالمي الفاو في محافظة الحديدة وفقا لصحيفة الشرق الأوسط والتي نقلت عن وكالة الأنباء اليمنية سبأ والتي نقلت أيضا عن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح قوله إن هذا الإجراء مخالف لكل القوانين الدولية والإنسانية ويسهم في تردي الوضع الإنساني ومضاعفة معاناة ملايين اليمنيين. في التفاصيل بحسب الصحيفة فقد دعا الوزير فتح منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ليزا جراندي إلى الضغط على ميليشيات الحوثي للإفراج عن 51 طنا من مخزون القمح في الحديدة والذي يكفي لأكثر من 3.7 مليون شخص حسب ما أشار إلى ذلك المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي هيرفي فيرهوسيل وطالب بضرورة الإفراج الفوري عن القمح ووقف أي أعمال تخص الجانب الإغاثي والإنساني. تقول الصحيفة أيضا أن الوزير فتح شدد على ضرورة قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة استمرار الميليشيات في إعاقة العمل الإغاثي وأيضا في ضرورة وضع حد لمثل هذه التصرفات الإنسانية التي تمس حياة اليمنيين بشكل مباشر مشيرا إلى أن الصمت حيال استمرار الميليشيات تجاه هذه الأعمال أمر غير مقبول. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من السلطة الرابعة وقبل أن نختمها ننتقل وإياكم إلى فقرة الكاريكاتير.